النيازك صخور تتساقط من السماء، ويعتبر العلماء أن هذه الأجرام السماوية الأقدم في المجموعة الشمسية هي أهبة من السماء، فتحليلها يسمح لهم بفهم بدايات تكون المجموعة الشمسية وكواكبها منذ 4.5 مليارات سنة، بالإضافة إلى دراسة ظهور أشكال الحياة. والنيازك بالنسبة إلى الكثيرين هي أجزاء من كويكبات تتجاذب بين المريخ والمشتري، بعضها غاية في الندرة ومصدرها القمر أو المريخ. أجزاء من الكويكبات التي يطلق عليها اسم الأجسام النيزكية تتوجه نحو الأرض، ولا تسمى بالنيازك إلا عندما تصطدم بكوكبنا. فعندما يدخل نيزك في جو الأرض بسرعة كبيرة جداً، أي 20 كيلومتراً في الثانية، يحترق تاركاً وراءه وهجاً في السماء. قبل 65 مليون سنة اصطدم نيزك قطره 10 كيلومترات بالأرض، ما أدى إلى اختفاء الديناصورات وغيرها من الأنواع الحيوانية. ويمكن تمييز النيازك بقشرتها السوداء التي تذوب عندما تدخل جو الأرض وجوانبها المسطحة وحافتها غير الحادة. وتصنف النيازك بحسب مصدرها وبحسب تركيبتها الكيميائية. على الأرض نحصي 190 فجوة قطرها أكثر من 50 متراً، ويسقط نحو 5000 نيزك بوزن أكثر من كيلوغرام واحد على الأرض سنوياً، ولكن نادراً ما يمكن مراقبة سقوطها. وتطلق منظمة ميتيوريتيكال سوسايتي الأسماء على النيازك، وتقوم بفهرستها بالاستناد إلى موقع سقوطها.